7h10 عيمات في الراديو إيمات في الراديو على شدة ستشانج لو ريفي. العيد ميلاد اليوم غادي نحتفلوا به ولكن بنوع خاص، نحتفلوا ليه لايف. تقدروا تشوفوا لا فيديو على لاباج فيسبوك معنا واحد فنان كبير ومعروف هنا في مدينة مراكش، الهيبة اللي غنصفوا عليه كاملين. مرحبا بارك الله فيك. شكرا. ومن بعد وكاين واحد الفنان واحد اخر حتى هو كاين هنا، راه النايت كيسخن دابا شويه، حتى هو غادي نرحبوا به في عيمات في الراديو. اما دابا هو اللي غادي يغني الاغنيه العيد ميلاد خصيصا لواحد السيده اللي دخلت له سيت انترنيت shadafm.net وخلات المعلومات وفات ديال واحد السيده سميتها نسرين، وغنحتفلوا بعيد ميلاد ديالها اليوم. وغنسمعوا دابا فيرسيون ديال الهيبه على الشهاده. مرحبا. ألا نسريلي وما شحال زوين، ألا نسريلي وما شحال زوين، كتبغي تسافر ديما عند الوالدين، كتبغي تسافر اليوم عند الوالدين، كتصبر بزاف قلبها بياض وحنين، كتصبر بزاف قلبها بياض وحنين، عيد ميلاد سعيد نحتفل بيه كاملين، عيد ميلاد سعيد احتفلوا بيه كاملين، نجيبو شي حلوة ذوقينا كاملين، نجيبو شي حلوة قلبينا كاملين. ألا ألا نسرين اليوم شحال زوين، ألا ألا نسرين اليوم شحال زوين، كتبغي تسافر ديما عند الوالدين، كتبغي تسافر اليوم عند الوالدين، كتصبر بزاف قلبها بياض وحنين، كتصبر بزاف قلبها بياض وحنين، عيد ميلاد سعيد نحتفلو متاملين، عيد ميلاد سعيد نحتفلو بيه كاملين، نجيبو شي حلوة ذوقينا كاملين، نجيبو شي حلوة ذوقينا كاملين، نجيبو شي حلوة ذوقينا كاملين. صفقوا بزاف على الهيبه الهيبه. من 7 ل 10 7h10 عيمات في الراديو إيمات في الراديو على شدة ça te change le réveil.